شيرين رفيقتي من زمان كتير، واحنا صغار بيبي هالقد، وكمان خطيبة تخي جونسي ومعه مصاري كتير كتير كتير. شو يعني مليونير؟ حبيبي انت بتاخذ العقل، احلى شي بحياتي وفي عيوني انت. لكن قولي لي، مين بده يدفع حساب الغدا؟ انا على الحميد المجيد. اكيد خطيبة لصاحبتي شيرين. اوبس، شو صار؟ الهيئة في فرد فقعت، دايما حرشتيني، دايما حرشتيني. هيدا الدكتور الحمار كل مرة بيقول له ما تنفخن هالقد، ما تنفخن على القد، بيقول لي لا 2.8 أحلى، بصير مثل الفور ويل، هن لازم 2.1، وأنا مع الحرب فقع بفقع. دخيلك. ها شيرين، أصحابك دول هيطلعوا مريشين ولا أونت؟ أنا ما بقعدش غير مع الأغنياء وبس. حبيبي ما تقيم الناس حسب غناهم، قيمهم على اخلاقهم. ولا اخلاق ولا بتاع، انا بقيم بالعربيات، اقل من بورش ما بقعدش. انت مش شايفه الكابروليه اللي انا جاي بيها؟ انت عارفه انا دافع فيها كام؟ اوف، صرت عارفه، قلت لي اياها شي 500 مره. لك حبيبي، روبر رفيقتي من عيله كتير كبيره، هاي. هاي هاي، بس اكيد مش اغنى من عيلتي، انا ماشي. عمرك شفت حد فيه شنطه فلوس وراه؟ دي مليانه ما شاء الله. هاتي يا بت، هاتي، هاتي، انت يا ابني، رج الفلوس لا تعرق في الشنطه. تعالى ما نشوف صحابي. هاي بونجور. هاي حياتي، كيفك؟ صباح الحمد لله. هاي كيفك؟ هاي، بحب اعرفكم، هيدا عمر خطيبي، وهيدا تامر خطيبة لشيرين. ما فيني خبرك يعني، رجل اعمال كتير مهم بمصر، وهلا عايش هون ببيروت. وغني غني موت. وغني غني موت، كتير مهضوم. اهلين، نايس تو ميت يو مستر تامر. اهلا حبيبي، اهلا اهلا اهلا. طبعا عمر، ما فيني خبرك انه استاذ تامر من عائله كتير مرتبه، بحب اللبنانيه كتير، وبقدر مواهبهم كتير كتير كتير. اهلا حبيبي، اهلا، تشرفنا. اهلا وسهلا. ايه ده، سبحان الله، لو سمحت يا اخ ممكن تقفل وتفتح؟ لو سمحت هفهمك، اقفل وافتح على طول. وريني وريني، يلا يلا. هو يخرب بيتك عمر عجرم، اخبارك ايه؟ يا خبر، تامر حمدي السبرسجي يخرب بيتك. وينك يا راجل؟ ايه يا معلم، السبرسجي ايه؟ انت لسه فاكر؟ انسى بقى الكلام الفاضي ده. انا دلوقتي تقدر تقول عليا من اغنى اغنياء الكون، من اكبر العائلات. شو عائلة؟ هيدي اوطى عائلة بمصر. شو اخبار اخوك النشال؟ سيد محبوس، بس هيخرج ان شاء الله. انت اخبارك ايه واخبار عيلتك؟ لسه معفنين وبكح تراب من الفقر ولا عاملين ايه؟ معفن؟ شو معفن؟ انا دكتور. يا راجل دكتور ايه وانت لاقي تاكل؟ بقول لك انا بقيت اغنى واحد في الكون. اهلا اهلا اهلا. الله يزيدك. الله يخليك. شو اخبار الحاجه؟ خرجت من السجن حبيبي؟ حاجه ايه وبتاع ايه؟ هقوم لك تاني يعني، ما انا كنت لسه عندك. تعالى. ايه حاجة ايه وبتاع ايه وسجن ايه؟ انسى بقى، انسى الموضوع، اختلف. تقدر تقول انت محتاج فلوس، عايز اي اؤمر. فلوس فلوس يا ابني، فلوس فلوس، عشان بس الموضوع بالنسبة لك يبقى مش عارفهم كام. خدي، احنا تشرفنا يا انس. هيدي لإلي؟ طبعا. ميرسي شيرين. اهلا 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 يا شيرين. مش معقول احلى حاجة حصلت النهاردة. عمر ده صديق عمري فوق ال 15 سنة. الله يديم المصاري، قصدي الله يديم المحبة. صدقيني يا بودي، تامر من أوفى الأصدقاء اللي ممكن تتقابليهم في حياتك. حبيبي حبيبي، على فكرة احنا لازم نخرج كتير. رش، أنا سلمت كتير. رش رش، مسكتي إيدين الناس، معرفش غسلينها ولا لأ، حاجة صعبة قوي. ما بشوفش حاجة ليه؟ يا متر متر، اهلا اهلا، نور يا عمور. اهلا وسهلا فيك مسيو تامر. اهلا اهلا، عن جد بيروت نورت كتير. منوره باهلها. اهلا يعني، هات هات كل اللي عندك وخد بقشيش زي ما انت عاوز انت وزمايلك، بس مبدئيا نزل لنا 40 ايس كريم عشان الجو حر قوي. يلا باي 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 باي. يا جماعه احنا لازم كلنا كده. اتشرف ان انا اعزمكم النهارده على العشاء في اغلى مطعم، لان فعلا انتوا مش متخيلين انا غني ازاي. شكلك بتحب الفلوس. ابدا فعلا. طب هاتي اللي انا اديتهم. نعم. اوكي، بهزر بهزر. انا كمان. هاي شيرين. هاي عمر. اللي هو كيفك؟ ماشي الحال. المفروض يقول منيح كلبناني يعني، ولا هو بيحب مصر؟ كتير بحبها لمصر طبعا. عمر ايه ونيله ايه؟ لا اساسا ولد كلب، ولا عمري شفته في حياتي، وعيلته نصابين وسيره انا مش عايز اتكلم فيها في الوقت اللطيف ده. بس انا خايف يعني تكون انت متضايقه انك خرجتي معايا عشان شيرين انتينك وكده. شو شيرين انتيني؟ يا بحياتك كانت انتيني شيرين، انا ما بحبها اساسا. حاسه كثير بتغار مني ولئيمه لئيمه لئيمه. يعني سوري اذا عم تحكي عنها هيك هلا. لا 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 لا، تحكي ده انت تحكي زي ما انت عايزه، دي شخصيه زباله اصلا، وانا ما كنتش طايقها وشكلها نصابه من الاخر. بوبي
انا من يوم ما شفتك يا ابوي مش شايف حد في الكون، صدقيني كل فلوسي وثروتي وفيلاتي وبيسيناتي، هقول لك كل حياتي مهدي. عن جد؟ عن جد؟ طبعا عن جد. انا ممكن اتجوزك دلوقتي حالا في البسين ده. يا الله، طب انت يعني ما رح تفكر بالناس وكلام الناس وعوا وشيرين؟ بص في الناس، في الناس ايه؟ هو في ناس غيرنا في الكره الارضيه؟ تحسي بموقف البيت كبير، ده انا مليهولك في 10 ايام. كتير مبسوطه كتير. الحمد لله يا حبيبتي. انت مش جعانه صحيح؟ انت كتير جعانه كتير. معقوله؟ وليد ذوق يا بابا. ضفدع بشري جايب لك العشاء، ايه رايك؟ كتير رومانسيك. شفت عزي قبل كده؟ اعطيني الشوربه، انت مستهبس، روح هات الشوربه. معقول؟ خد يا بموت عليا نقول. بسم الله بسم الله بسم الله. طب بما ان يعني احنا عايزين بقى كتير ومنسيين. كتير حلوه. انا حابب اقول لك سر كتير حلو. قولي. انبسط فيه كتير. قولي. تعرف ان انا مستحيل بجد؟ تتكلمي بجد؟ مش هتبقى بجد. ليه واخده بطولات سباحه مثلا؟ عندي عوامتين بنتيكم 4 مرات في السنين. طب خلاص، هو انت بتتكلمي على الجبل؟ ده احنا في السنين، ده احنا في السنين. بوبي 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 اطلعي خلاص، نفسك يا ماما، ده انت غطاسه رهيبه. بوبي البيت ماتت ولا ايه؟ يا وليد حجز انت من هنا وانا هشوف من هنا. وين ده عم ابراهيم بسرعه، هو اولادي ينطوا في البسين يدوروا على البيت. بوبي اتحرقي بقى، انا جعان. هتعطيني رياضه ولا انت تسيبك منها؟ هاي هاي، هاو ار يو؟ فاين. منورين منورين. طبعا انتوا حاطين في دماغكم بلاوي، ها؟ وقلتوا في ليله امانيا؟ لا لا، النهارده لا. انا هضطر احبطكم للاسف واقول لكم الخبر اللي بالنسبه لكم هيبقى قطع عيش للامانه. يعني النهارده اخر ليله بالنسبه لي في العزوبيه، بكره ان شاء الله هتجوز ست مش عايز اتكلم عليها كتير، بنت بيت، بنت اصل متربيه، هتنسيني كل التفاهه وكل السفاله اللي انا عشتها في حياتي اللي انتم منها طبعا. هبتدي اكون رجل محترم، وبالتالي هكون في بيتي محترم، بيتي هيبقى ليه تقاليد، ما عنديش زيارات، مش عايز حد فيكم يتكلم في التليفون، لان اصلا مش هيبقى فيه تليفون في البيت، هو تليفون واحد من 9 ل 10 وللمقربين قوي، فيا ريت ما تخربوش نفسكم. مفيش زيارات لاهل مراتي حتى، مش ليكم. بيتي هيبقى بيت قديم. انا كنت عايش معاكم حياه عصريه، بس اكيد هتسمعوا عني بعد جوازي بفتره انا عامل ايه في بيتي. هضطر اطردكم، انا اسف. يلا جو اوت. يلا بره 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 بره، كل الثور اللي عندكم تتحرق. يلا يا بنت انت، يلا قومي. قاعده ليه؟ ما كلهم خرجوا، ده انت رخم قوي. يلا في داهيه. بيت كده ينضف، يبقى فيه ست وفي راجل، ومش راجل عادي، سيد الرجاله. توكلنا على الله. الى الجواز. انا يعني مش هبقى قاسي للدرجه دي، هحبها بس الاصول اصول. هتشوفوا الاصول اللي بيحكوا عليها في الكتب. يا بوبي، والله والله يا بوبي وانت معايا بحس ان الدنيا كلها بتضحك عليا. حياتي بس أنا. مش عجباني بوبي، خسانه وهفتانه وعدمانه. ايه معك حق حبيبي، انا بغير المقاس 4 مرات في السنه مع كل فصل قياس شي. هتوحشيني حياتي. وانت كمان يا روحي. بعد مره. باي. بوبي، ومين ده يا بوبي؟ ها؟ مين الأخ اللي كان نازل وودعتيه وبوس وكده؟ هذا الكوزين تبعولي. يعني إيه كوزين؟ ابن خالتي سهيل. سهيل؟ بس سبحان الله، لا شفته لا فرح ولا تعرفنا على بعض يعني. إيه، ما إنه كان بأستراليا وهلا رجع، بس مخانق مع مرته، عنده مشكل كتير كبير، كنت عم حل المشكل. طبعًا طب بس بذمتك حد يحل المشكل؟ الساعة 4 الصبح. شبيك تامر شبيك؟ لا مفيش حاجة، أنا بتناقش معاك. بدك تخنقني شي؟ لا أخنقنك شي ليه؟ ده أنا أعمل لك بطيخ، إحنا بنتكلم عادي. إيه سهيل؟ سلمي لي على الجيتار. ايه حبيبي، اعمل لي ميس كول بليز وقت توصل على البيت. بيزو بيزو. وداع.
دلعوا بيزو غير سهير؟ انا مش فاهم، عايز افهم الراجل اللي كان في بيتي. تاكلي بطيخ؟ شو بيك؟ ولا بيك ولا زفت. شو بتخبل؟ شو بتهبل؟ وانا يا دلي يا دلي على هالغرفة، وانا يا دلي يا دلي على هالدرج، نطت نطيت شو هالمسحة، وانا هيدي جوزك؟ ايه يا دلي يا دلي يا دلي، يلا حبيبي رح اشتاق لك كتير كتير. وانا كمان. لا مش حنبوس، حنبوس هالباب يا دلي يا دلي على هالباب. بوبي، ممكن اعرف مين الافندي اللي بيلحس الابواب ده في بيتي؟ هيدا كوزينتي. وانت ليكي كم كوزينتك؟ في كوزين اولاني وكوزين تاني. كوزين الاولاني ابن خالتي، هيدا كوزين التاني ابن عمتي. وابن عمتك بيعمل ايه في بيتي في الفجر؟ تامر شبيك بدي اعطيك لسه يعني بس لاقي كوزين تاتي. حبيبتي انت بتتعصبي ليه؟ ده انا بفتح كلام معاكي بندردش. كان عنده مشكل مع امي، عم بحل له المشكل، ما في شيء. يا حبيبتي انت وكوزنتاتك على راسي من فوق، وربنا يخليكي وتحلي مشاكل اهلك، ما في شيء بقى كده. قومي اعملي ليموناد. حاضر حاضر حاضر. ثلاث معالق السكر. عيوني لسه قاعد معاكي حالك، جاهز في الثلاجة. تعالي ندردش. لا مش شيء تعصيب. ايه ايه سهيب، وقت ما توصل على البيت بليز اعطيني مسكون. اوكي حبيبي. بيزو 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 بيزو. انا كده عرفت انت بتعز سهيب اكتر من سهيل، لان سهيل اللي فات قلت له 3 بيزو، ده قلت له 5 بيزو. انا بحب بيزو مع اني مش عارفها، بس قشطه يعني. فرفشي بقى كده فرفشي. انت بتبرقيني كده ليه؟ انا اقوم اعمل لمو. امي كتير انبسطت فيك اليوم. والله حبيبه قلبي مرسي مرسي كتير انك اجيت، ان شاء الله رح نتكرر. اكيد اكيد، والله مشتاقين كتير. بعرف انا كتير مشتاقة. يلا باي باي. باي باي حبيبتي. باي باي حبيبتي. باي باي. بوبي. نعم. شو شو في بوبي؟ بوبي بوبي، ما في عندك غير بوبي، دخيلك فوت نام. يطلع مين ده ان شاء الله؟ سويل ولا عقيل ولا مين بالظبط؟ شهاب جوز خالتي. طب يا اختي اقفل الباب وتربسه، ولا في وفد جاي نستقبله؟ لا خلاص تربسه. حبيبتي انت وحشاني، انا متعصب لانك وحشاني. انت مديه كل وقتك لاهلك، افضيلي شويه. تامر عن جد كتير تعبانه، مش قادره احكي ولا كلمه. حبيبتي ما تقولي ان انت تعبانه، اخدك في الساحه يومين في اي حته واموري. ايه يا هانم ده؟ ايه اللي انا شايفه بعنايه ده؟ شوفي انت بتخونيني يا بت. شو بخونك؟ جنيت انت شيء؟ جنيت انت شيء؟ بتلعب المزرعه السعيده مع شاب غريب في وسط الليل وبالايباد اللي انا جايبه لك بفلوس يا خاينه؟ لا انت عن جد جنيت، انا شريب العشرة منك من اهلك كمان. من اهلي وبترمي الايباد؟ طب تعالي بقى انا هرميكي في الشارع اللي جبتك منه واطيه. لا تعالي. دخيلك بطمر مطنيش. لا انا هممطك انت وال 30 راجل اللي بيجوا هنا دول. لا دخيلك. استني قبل ما تمشي، انت طالق طالق فاضل كام واحده كده؟ واحده. طالق يلا غوري بالسلامه. قرف تتخينة، راجل طالع راجل نازل، مش مداني وجودهم، اللي مداني ان مفيش ولا نطع منهم وهو نازل قال لي مساء الخير حتى. استغفر الله العظيم يا رب، طلقت الولية اونطة.
مليون ليرة يخرب بيتك تقبرني هالعيون لك تخيل الله شو جمالك شو جمالك ارفض المشي الشمال تنهيت وحشة ورجعي بوبي عشان وحشاني وحشة ارفض المشي الشمال تنهيت وحشة ورجعي بوبي عشان وحشاني وحشة يا خينا يا بوبي يا وحشة يا بوبي يا خينا يا بوبي يا وحشة يا بوبي لما فضيت قيوبي فلقتي يا بوبي يا خينا يا بوبي يا عيب الشوم يا بوبي يا خينا يا بوبي يا بشعة يا بوبي لما فضيت قيوبي فلقتي وحياة امك وحياة امك بلوى خليك بلدي اعمل فيك ايه اعمل فيك ايه يا اخي انت ايه انت بلوى انت ما بتحسش طول النهار ماسك مفك قاعد تخورني في الحاجات لغايه ما هتخليها تبوظ كل حاجه دي باظت انت ايه يا اخي معلش يا بابا مش هعمل كده تاني خلاص وديني وما اعبد لو انت اشوفك تاني ماسك مفك ولا ماسك جهاز تاني انا هرميك في الشارع انت فاهم لا من ناحيه دي اطمن اطمن عليه لان ما فيش ولا جهاز باقي عشان ابوظه كله باظ بصراحه كله باظ يخرب بيت شيطانك اعمل لك ايه الكاسيت باظ والسخان باظ والمروحه باظت امال ايه تاني ايه تاني بوظته الوكمان عملت فيه ايه الوكمان صراحه ما عرفتش اكسره فرميته في الزباله اعمل فيك ايه اعمل فيك ايه انت عايز تموتني وتجيب اجلي شر عنك يا بابا بعد الشر حبيبي يا ابني حبيبي يا ابني طب هو ينفع نص جنيه اشتري مصاصه نص جنيه في عينك مصاصة تيلا تيلا انت لازم تترمى في الشارع عارف ليه؟ عشان تعرف قيمة البيت عشان تحافظ عليه وتعيش فيه كويس انت فاهم؟ لا والنبي يا بابا حتى ده انا عندي 8 سنين يعني خليني اقعد سنة كمان انت عايزني استحملك سنة كمان؟ انت هبل ولا مجنون؟ عشان السنة الجاية اجي الاقيك شايل لي حلقان البيبان وتقول لي حلقان البيبان باظت؟ هو حلقان البيبان اغلى مني؟ اه طبعا لانها خشب زان انت فاكرها ايه؟ خشب مسكي؟ بقول لك ايه؟ اطلع بره اطلع برا طب اصلح لك الغساله واقعد بقول لك ايه يا عبد العزيز انا عايز اقول لك حاجه يا ابني العلاقه اللي بينا انتهت ما عادش في عيشه بينا لان كفايه قوي اني استحملتك 8 سنين متواصل 8 سنين متواصل ايوه 8 سنين متواصل وانا ابنك ولا بشتغل عندك بعدين ده انت نسيتني بدري بدري يا ابني اسمعني يا ابني انت من يوم مامك ما ماتت وهي دبستك فين اعمل فيك ايه بقالي 8 سنين قاعد الف على حوالين نفسي في البيت بسببك امال لو قعدت 13 سنه هتعمل فيا ايه بقول لك ايه اتفضل اطلع بره وانت ما ينفعكش الا الشارع عبد العزيز انت فاهم يلا الشارع يا عبد العزيز طب انا عايز النص جنيه بتاع المصاصه اوت 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 انت جبتها منين دي يا بابا انا بقول لك اوت اوت ده انت بتشتغل كونسري عموما نو بروبلم نو بروبلم امشي يلا اطلع بره بابا نعم يا حبيبي نص جنيه بتوع المصاصه امشي يا ابني اعمل ايه بس يا رب بعد اللي ابويا عمله معايا انا عايز اشتري مصاصه انا حاسس
وهي ساعتين ثلاثة كده وهيعطف عليا. مش معقولة يعني أب هيسيب ابنه وهو لحمة طرية زي. تمام. ايه ده انا جعان قوي. ايه ده يا ست نجوان؟ ست نجوان ست نجوان ايوه ست نجوان. فين الاكل قلتي لي هتعملوه؟ حاضر حاضر 10 دقايق. ربنا يخليكي ست نجوان. ست نجوان ايوه ست نجوان. النبي حطيني مخلل وترش عشان بحبه معاك. حاضر عينيا. حاضر ست نجوان. ست نجوان ست نجوان. النبي العيش قمريه شويه بس على اللي بحبه متسخن. الله يخليك ست نجوان. ست نجوان ست نجوان. والنبي ربع رغيف بس عشان انا عامل دايت. شكرا. حاضر. جيبيش كتير يعني. حاضر. شكرا. الحمد لله الحمد لله. ابله سلوى ابله سلوى ابله سلوى. ايوه ايوه. فين صينيه الكنافه اللي قلت لي هتعملها لي؟ 5 دقايق وهحضرها لك. حاضر. ربنا يخليك. ابله سلوى ابله سلوى ابله سلوى. ايوه عايز ايه؟ النبي لو سمحتي زودي العسل شويه عشان بحب العسل كتير على الكنافه. طيب يا اخويا. حاضر. قبل سلوى قبل سلوى يهو قبل سلوى. في ايه؟ النبي اقطعها لي حته من اخر الصينيه المقرمشه دي عشان بحبها. ماشي يا اخويا. شكرا قوي. حاضر. قبل سلوى قبل سلوى. في ايه؟ ما انا واقفه اهو. النبي بعتي لي معاها ميه عشان ساعات العسل بيحشرك في زوري من الكنافه. حاضر حاضر يا اخويا. حاضر. شكرا قوي شكرا قوي. عم بيرم عم بيرم عم بيرم. ايوه يا ابني. عم بيرم. ايوه يا ابني. بتعمل ايه؟ بتكوي القميص بتاعي ولا نسيت؟ عم بيرم بتكوي القميص ونازل اهو. ربنا يخليك. شكرا عم بيرم. العفو. الله يخليك. عم بيرم عم بيرم عم بيرم. النبي انا بص يعني وانت بتكوي حط فودره عشان ممكن يتلسع ولا حاجه. احط فودره. حاضر. شكرا. حاضر. عم بيرم عم بيرم. النبي يعني خلي بالك التطبيقه بس ما تنعكشوش. الله يخليك. ما انا داخلك من هنا اهو يا ابني. شكرا عم بيرم. شكرا. عم بيرم عم بيرم. وانت بتبخ والنبي ما تبخش ميه كتير عشان ساعات القميص بيطلع منادي كده. حاضر حاضر. شكرا حاضر. شكرا. ربنا يخليك ربنا يخليك. ايه ده ابويا اتاخر ليه كده؟ ده اتاخر دلوقتي فوق ال 15 سنه. ملوش حجه لا مواصلات تعمل كده ولا الزحمه ولا اي حاجه. عم بيرب عم بيرب عم بيرب. القميص وصل. ومتشكر قوي. العفو. ربنا يخليك عم بيرب. ربنا يخليك. شكر قوي. ابويا فين؟ كل ده تاخير 15 سنه. بابا 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 بابا. السلام عليكم يا عمنا. عايز اروح شارع عبد العزيز. هو ده شارع عبد العزيز. عايز نمره 15 قدام. شكرا. يا رب بارك في البضاعه. الصيني 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 الصيني. يا رب ولا ماركه ثانيه تتباع الا الصيني 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 الصيني. يا رب المخازن مرطرطه بضاعه كلها صيني 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 صيني. حبيبي 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 حبيبي. مساء الخير. مساء الخير. ايه يا جوده مش فاهم؟ مش كذا مره بتيجي تلاقيني اعمل الطقوس الصيني عشان البضاعه تتباع؟ ادعي معايا يا رب بيع لنا كل البضاعه الصيني 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 الصيني. كل الماركات تقف الا الصيني 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 الصيني. بس ما تدعيش ما تدعيش. صيني صيني صيني. ايه اللي جرى النهارده؟ اللي جرى يا جوده؟ مفيش اي حد دخل علينا لا بتلاجه ولا بغساله ولا بمكوى ولا ميكروويف. هو في ايه؟ لا مفيش مفيش. احنا اتحسدنا. اتحسدنا؟ لا احنا ما اتحسدناش. انا عارف دي مؤامره دنيئه لكل اللي بيتاجروا في الادوات الكهربائيه. انا عارف. انت عارف يا جوده انا اتولدت في الشارع ده. اول جهاز فكيته وبوظته وصلحته كان هنا في الشارع ده. اول مره اتقبض عليا وعملوا لي محضر واتضرب على قفايا كان في الشارع ده. وبعد كده كلهم اول ما لقوا الشارع حاله ماشي جم فتحوا وعملوا فيها معلمين وفتحوا محلات. لا بس في الاخر في الاخر لا يصح الا الصحيح. لا يصح الا ما تشوف حاجه تخرج من التوريطه بتاعت السين. اي حاجه بنفس المعنى. خلاص لا يحق الا الحقيق. لا يحق الا الحقيق. ما تكلمش ياه. بصراحه بصراحه قد بحب بتحن بتحن للزفت. بقول لك ايه؟ انا حاسس ان احنا في حد يعني بيحاربنا بس مش مشكله. احنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا
باذن الله وكل البضاعه اللي عندنا هتتباع. اللي هي البضاعه ايه؟ السين سين 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 سين. يا رب بارك في البضاعه. سين 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 سين. يا فاشل العره الكهربائيه. تفتكر الشتيمه دي مين يا واد ومين هو عره الكهربائيه؟ لا مش احنا مش احنا، ده محل من المحلات اكيد بوظ لها الجهاز، ما انت عارفهم نصابين. ايوه فشله ومتاخرين، بس احنا مالناش دعوه، احنا بتوع ايه؟ سيني 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 سيني. يا رب خلي يا نصاب يا فاشل واديني ما انا سايباه. انا ولا انت؟ ايه ده ايه ده الكلام ده ليه انا؟ لا يا مدام انت غلطانه في العنوان، غلطانه. انا لا فاشل ولا صايع، انا ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ ده انت فاشل و60 فاشل كمان. يا جماعه انتوا ليه دايما تكفوا لي مسؤول عليا فاشل مع اني اهم من كده بكتير؟ هو انت في افشل منك؟ ليه انا عملت لك ايه؟ الشاكوسي بتاعي لسه بايظ. ايه؟ الشاكوسي بتاعي. ايه ده؟ دي انا فاكرها غلطت اول مره. الشاكوسي بتاعك حضرتك ما اسموش شاكوسي، ده مش موضوعنا، انا مش هربيك من اول وجديد، لكن 100 مره قلت لك ان الشاكوسي مش نافع مع السباكه اللي عند حضرتك في الحمام، وانت اعمل ايه؟ وانت مالك انت؟ انت مالك؟ لا اله الا الله يا ست يا ست. وبعدين مش لازم شاكوسي، يعني ايه عايزه انعاره ما تتنيله في اي دش وخلاص. انا مش فاهمك بصراحه، فلوس واديني محاسيبك. يا لهوي انت صوتي من ايه؟ يا خرابي في ايه يا ولاد؟ يا نصاب هو انا بوظت لك ايه؟ الشاكوسي. لا ده واضح ان هي بتحب الجمله كده، فاهمني؟ هي مش عايزه تستحمى فيها، هي بتحب تقول اسمه وغلط. اجربها لك؟ اجربها لك. بص يا مدام، بص يا مدام، احنا اول حاجه هننقذ الموضوع، حنفيه السخن هنوزيها مع الثانيه عشان الاثنين يوصلوا لايه؟ للشاكوسي. شفت؟ شفت هي؟ الله 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 الله. ايه يا ابو عزيزه فاشل، عامل قلق ليه انت والتعويذه اللي معاك؟ هو كل يوم خناقه ولا ايه؟ صبح وظهر وليل وبين الوجبات في ايه؟ يا ساده ظريف، وانت مالك؟ ايه اللي دخل علينا ده؟ بتاع الثلاجه اللي في المحل اللي جنبينا. صدق بالميل. يلا عايز ايه؟ وانت يا حلو، انا مش قلت لك تعالي لي من الاول؟ رايح العب عزيزي الفاشل. لا يسرق الزبون يا نهار اسود. لو سمحت لو سمحت الزبونه دي بتاعتي. لا بقول لك ايه، احنا نروح بقى على الاسم والظابط مش هيدوا على الكلام ده. قبل الاسم اثبت لك ان الزبونه دي بتاعتي وبقى انا بتعامل معاها، اوعى ايدك. مش حضرتك تتعاملنا مع بعض وبالاماره بوظت لك حاجه مهمه في عندكم اسمها ايه؟ الشاكوسي. سمعت؟ انا بوظت لك الشاكوسي. اه والله انا مش رايح اسم لان في حاجه مهمه قوي، انا مستني ابويا بقى لي 31 سنه، المفروض انا مشيت وهو جه في الثانيه دي، اعمل ايه؟ ابوك بقى يا حبيبي لما يجي يبقى يجي يضمنك من الاسم ان شاء الله. طب يرضيكي، بعد العمر ده كله يجي اول حاجه يعملها يضمنني في الاسم، وكل ده عشان ايه؟ وانا بوظت لك حاجه؟ بوظت لك ايه؟ ايوه الشاكوسي بتاعي، حرام عليك. انت بتضحك على ايه؟ انا مش رايح الاسم، واللي عندكم اعملوه. لا هنروح الاسم. هنروح الاسم؟ مش رايح الاسم؟ طب واديني اللي لبسك قضيه تحرش، وجيرانك هم واقفين وشاهدين، شاهدين ولا مش شاهدين؟ تحرش. انا اتحرشت بيها؟ خلاص طالما اتحرشت التحرش دي قضيه، اتحرش بقى بيها. ما تحترم الرجاله اللي واقفه. انت راجل واحد، انت بتكتر نفسك ليه؟ انا هاجي معاكم واللي عندكم تعملوه. يلا انا عارف انا مين، والشارع ده كله يعرف انا مين. ولا اعمل التعويذه عشان الرزق يمشي. لحد ما اجي لك. اتفضل على الاسم، بس قبل ما نمشي النبي انا بوظت لك حاجه. الشاكوسي. الشاكوسي. يابا يابا رامي. يا يابا يا يابا، احفظ المحل اللي كله السين 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 السين. تمام يا فندم. نعم يا باشا. يا باشا الراجل ده بوظ لي الشاكوسي. بوظ لك ايه؟ بوظ لي الشاكوسي. شاكوسي؟ طيب يا فندم ست مختلفة يا فندم، في حاجة اسمها أصلا اسمها شاكوسي حضرتك؟ دي ست أنا اكتشفت إن هي اللي عندها حمام ولا بيت أصلا، ومهموسة مهووسة بموضوع الشاكوسي ده، والراجل ده كذاب وبيقول شاهد على أي حاجة وهو ما بيشهدش في الحقيقة أبدا. أنا مظلوم حضرتك، مفيش أصلا قضية، وبعدين الجو دوت أنا لا صيني ولا حاجة، أنا راجل عادي، بس أنا بشتغل في المنتجات الصيني مش أكتر يا فندم. ده عبد العزيز أشهر واحد في البلد يبوظ الأجهزة. انت عبد العزيز اللي بتبوظ الاجهزه؟ لا وبعرف اصلحها يا فندم. سمعتي بصلح. اتفضل يا عبد العزيز. اتفضل. ايه هو ده؟ اوعي هتشوف دلوقتي ايه هو ده. ايه اصله ده؟ اتكلم بقى مع الضابط. تحت امرك يا فندم. اسمعني كويس يا عبد العزيز. تحت امرك فندم. انا العقيد سمير عبد الحميد، ضابط في جهاز حساس في الدوله، واحنا عايزينك في مهمه رسميه وخطيره جدا جدا جدا. اهلا بيك. اهلا بيك. اتفضل يا عبد العزيز. اقعد يا عبد العزيز. ربنا يخليك. بص يا عبد العزيز، ايوه احنا اكتشفنا جهاز تجسس خطير جدا مزروع هنا وعايزين يتجسسوا علينا، واحنا اكتشفناه بصعوبه بالغه وعايزين نبوظه. حضرتك انت بتهني بسمعتي، انا راجل بصلح وراجل اسطب. شوف ايه بيبوظ يا فندم؟ انا عمري ما بوظت حاجه. يا عبد العزيز هم لسه بيسمعونا لغايه دلوقتي وبيشوفونا من خلال الجهاز ده. حضرتك انا لو بوظته تشهد لي ان انا بعرف اصلح عشان اكل عيش ما يقفش. حاضر يا عبد العزيز. ربنا يخليك. اتفضل يا عبد العزيز. اكيد حضرتك سمعت عني، واللي وصل لك السمعه حاقد
وقال لك بيبوظ بس انا بذمتك ببوظ حاجه؟ اه بتبوظ. ببوظ ايه؟ بوظت لي الشاكوس. الله يقطعك انت والزفت بتاعك. اهدى شويه يا ماما. يلا يا عبد العزيز. يعني انا بوظ يا فندم؟ طبعا يا عبد العزيز، عايزين نخربه يا عبد العزيز. حالا حالا. خربه لنا يا عبد العزيز. بس اديني شهاده من الداخليه ان انا قسطه وبعرف اصلح عشان سمعتك. يا عبد العزيز. اتفضل يا عبد العزيز. طب ممكن شويه تشجيع عشان ابوظه؟ حاضر عينيا الاثنين. يلا بوظه يا سافي. يلا. يلا يا فاشل. بوظه يا غبي. بوظوا يا عبد العزيز. يا عبد العزيز يا غبي. بوظ الجهاز يا جماعه. يا جماعه اهدوا. يعني التبويظ ده الطريقه ديت بتاعه التشجيع السلبيه انا ممكن اطوره اكتر. انتوا لو قلتوا لي صلحوا صلحوا لوحدي هبوظ. حاضر يا عبد العزيز، هنشجعك تشجيع ايجابي. صلحوا يا عظيم، صلحوا يا عبقري. يلا يا نبيل. صلحوا يا كبير. وصلت لايه يا عبد العزيز؟ وصلت لايه يا عبد العزيز؟ ها يلا يا صلحوا. صلحوا يا عظيم. انت نبغى يا عبد العزيز. انت نبغى. الجهاز باظ يا فندم. جهاز باظ. خد مني مجهود رهيب رهيب رهيب. الحمد لله. الحمد لله. دي موهبه من عند ربنا حضرتك. يعني انا بشكر ربنا عليها. بس ونبي يعني ما تاخدنيش في بالك ان انا مبوظاتي بس. الحمد لله. ربنا يخليك. متشكرين جدا جدا يا عبد العزيز، وعمرنا ما هننسى جمايلك دي في تبويظ اي جهاز في البلد. اي حاجه حضرتك محتاجها في البيت في الشغل انا احسن واحد بشتغل في الاجهزه ومعروف عن ايه. عينيا يا عبد العزيز. ربنا يخليك. بتؤمر انا ليه عند حضرتك طلب؟ اتفضل يا عبد العزيز. انا ليه جار تاجر بيغلس عليا وبيسرق مني الزباين، مش ده غلط يا فندم؟ طبعا. ولو قلت لحضرتك عليه مش ممكن حضرتك تحافظ عليه فورا؟ اهو الراجل ده. الراجل يا ده علي. يلا بره من هنا. يلا 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 حبيبي. يا باشا انا كمان بعرف ابوظ. يلا يا بابا. يلا يا فندم. يلا يلا غرف داهيه. امرني يا عبد العزيز. ده مضايقني في الشارع ومضايق عليا ومضايق عليا رزقي. اعتبره مش موجود يا حبيبي. ربنا يخليك يا فندم. حاجه تاني معلش. انا ظهرت في حياتي فجاه كده واحده ست عنك مجنونه. عاوز مجنونه متخيله انها عندها جاكوزي كويس، وهي من يعني واضح انها يعني غلبانه فمجنونه. شاكوزي شاكوزي هي هبله في النهايه. أيوة. كل شويه تجيلي تتهمني ان انا رحت بيتها وبوظت لها الشاكوزي، فبعد اذن حضرتك ارحمني منها. قول لي القعده. بصها انا هصبر. هو انا بوظت لك ايه يا مدام؟ الشاكوزي. شوفي الشاكوزي. احجزوا الست دي هنا لو سمحت. يلا قول لها ان انتوا عندكم جوه عندهم شاكوزي جوه تنبسطي. هتبقي في شاكوزي هنا عندنا. يلا حضرتك اتفضلي احجزوها عندنا. يلا حجزوا الزغرات الشاكوس. يلا مع السلامه يا عبد العزيز. الله يخليك. عادي سلامه يا عبد العزيز. شكرا. الله يخليك. من فضلك بليز ابقى بلغ عبد العزيز.
هنيدي النهارده منورنا ونجاح ساحق لفيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. تقول ايه للجمهور اللي جوه كله؟ ميرسي الاول يا انجي. بقول طبعا للجمهور يعني كلنا، اذا كنت انا او وائل احسان او الاستاذ يوسف معاطي او شركه الانتاج، كلنا تعبنا على الفيلم دوت عشان خاطر الجمهور، فرد الفعل الحمد لله الحمد لله. اول تعامل مع الكاتب يوسف معاطي، هنشوفك قريب تاني معاه؟ الحقيقه للاسف يعني انه اول مره، بس ان شاء الله بعد كده في اعمال باذن الله تكون مفاجاه باذن الله. محمد هنيدي النهارده بتفكر تعمل جزء تاني للفيلم بعد النجاح الكبير قوي اللي شفناه؟ والله احنا فكرنا في جزء تاني، بس الحقيقه في فكره جديده طلعت وان شاء الله تنفذ قريب، وهو نتحول لمسلسل باذن الله. مسلسل؟ ان شاء الله. اشمعنى؟ مسلسل هيديكي وقت او يدي الاستاذ يوسف معاطي مراحل يتكلم في مواضيع كتير في المجتمع، فاهماني، شخصيات اكتر، وان شاء الله يبقى مفاجاه مش عايز احرقه. شعبان مبروك ابو العالمين حموده، اسم الفيلم طويل قوي. ما هو اسم طويل عشان بطل الفيلم قصير، احنا بنقول للناس كده، لكن هو اسم، هو كان جريء شويه، جربناه على الناس، في ناس انبسطت وناس استغربت، ولكن الناس استوعبت الحمد لله. عايزه اهنيك تهنئه خاصه مني ومن كل الجمهور اللي موجود، بنقول لك الف مبروك على فيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. شكرا للنجم محمد هنيدي الحقيقه يا جماعه، حقيقي جامد. شكرا. ميرسي. برافو. ومعانا كمان دلوقتي المخرج، المخرج وائل احسان، اتفضل. مبروك على الفيلم جدا. الله. طيب لو سألتك محمد هنيدي ايه اللي بيميزه عن بقية جيله؟ لا، كل ممثل له مميزات، ومميزات هنيدي كمان وشه البشوش. طيب عموما انا بشكرك جدا جدا بجد على وجودك معانا النهارده والعرض الخاص الخاص جدا لفيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. بشكر جدا المخرج وائل احسان، واستنونا اكيد وعروض خاصه ثانيه، عروض خاصه جدا جدا، والنهارده كنا مع فيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. اهلا يا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ موجود يا فندم. الاستاذ يوسف معطي يا استاذ. يا جو، ازيك يا حبيبي؟ وحشني. التصوير ماشي تمام الحمد لله. ايه؟ تتكلم بجد؟ دي فكره تحفه. عايز تعمل شعبان مبروك ابو العالمين حموده مسرح؟ الله عليك. وكده يا معلم ان عملناها ثلاثه، الفيلم والمسلسل والمسرح. انا موافق جدا، توكل على الله. اتفضل قدامي. ايه ده؟ ثانيه. يا استاذ يوسف، استاذ يوسف قفل. يوسف معاطي المتهم الاول. المتهم الاول؟ خير يا فندم، في ايه؟ احنا شرطه الاجزاء. شرطه ايه؟ الاجزاء. انا مش فاهم حاجه، يعني ايه شرطه اجزاء؟ بعدين اتفضل. اتفضل فين يا فندم؟ في ايه؟ امشي. ايه يا جوده اللي بيحصل؟ يا استاذ اقول لك محامي؟ تقومني محامي وانا حرامي فراخ يا جوده، كلم النقابه. امشي. ايه ده؟ فندم فيها يا فندم، مش فاهم حاجه. بعدين امشي. انا هرسوي ده يا جماعه، انا ممثل مش ارهابي. قدامي. امشي. ايه الاوفر ده يا فندم؟ انا ابتديت اخاف. انا قلت قدامي يعني قدامي. امشي. امشي اروح فين؟ ايه ده؟ لا سوري يا حضره الضابط، لو تكرمت، انا بس مش فاهم انا هنا بعمل ايه، ايه المكان ده؟ اخرس، انت لسه شفت حاجه؟ قدامي. هشوف ليه يا فندم حاجه؟ انا راجل ممثل وليه نقابه، وبعدين انا ما غلطتش في التمثيل، كل اللي قلته انا الاستاذ شعبان مبروك ابو العالمين حموده، يعني ما غلطتش في حد. وسالت قالوا لي ان هنا قسم الاجزاء، يعني ايه؟ قالوا لي بيقبضوا على الممثلين اللي بتعمل كذا جزء. ليه يا فندم؟ بعدين. لا مش بعدين، استاذ اسماعيل ياسين عمل اجزاء ما حدش كلمه. يا امشي. حاضر. انا مستغرب بصراحه. ايه ده يا استاذ صلاح السعداني، صورته هنا ليه؟ ايه ده، انتوا قابضين عليه يا فندم؟ يا نهار اسود. استاذ صلاح سلامتك، انا عرفت، انا فهمت، يمكن عشان حضرتك عملت ليالي الحلميه ثلاث اجزاء. طب الاستاذ يحيى الفخراني كان معاك، ما بقبضوش عليه ليه؟ لازم نعمل مظاهره يا استاذ صلاح، ده موضوع عجيب. كان عامل ثلاث اجزاء اهو. بعدين انا بس بعدين. يعني بحاول افهم، انا مش حاجه عجيبه بصراحه. ايه ده استاذ نور الشريف كمان؟ ايه ده؟ يا نهار اسود. استاذ نور حضرتك ماسكينك ليه؟ فيلم حبيبي دايما كان جزء واحد. صح، يبقى عشان مسلسل الدالي عملت كذا جزء. احنا مش لازم نسكت يا استاذ نور بصراحه، ما يموتونا ما نمثلش بقى، صح ولا؟ انا عايز افهم بس، يعني الجهه اللي بنتعامل معاها دلوقتي تبع وزاره الداخليه ولا تبع معهد فنون مسرحيه؟ انت هتتجنن. بعدين هتتجنن يا فندم، حضرتك ما ينفعش كده، انا ليه محامي. طب حد يتصل باشرف عباقي. الله. لا كلموا لي اشرف عباقي يا جماعه. خش. ايه ده ارحموني. يا ساتر يا رب. انا مظلوم. ده مين ده؟ مظلوم. ده الاستاذ محمود المليجي. بريء. لا.
مظلوم انا بريء. عم حسن حسني طبعا يا ريس، ما انت ما شاء الله عملت اجزاء كتير لازم يقبضوا عليك. طب ولع النور. حاضر. يا خبر ابيض، الاستاذ غسان مطر. سلامتك يا استاذ غسان. انت مين؟ انت مش عارفني يا ريس؟ انا محمد هنيدي اللي عملت معاك فيلم امير البحار. الله، يبقى افتكرتني. محمد هنيدي وغلاوتك عندي انا تروى على الاخر. الف سلام عليك يا ريس، سلامتك. طب وجابينك ليه؟ انت اللي عملت فيلم اجزاء ولا مسلسل اجزاء؟ جاي في ايه يا ريس؟ شياطين البحر. فيلم شياطين البحر بتاع زمان؟ ليه؟ ايه اللي حصل فيه؟ انا الكافتيريا. قضيت كافتيريا؟ كافتيريا، قضيت كافتيريا. كنت اعزم الشباب اللي معايا الممثلين محمد عوض ويوسف فخر الدين وحسن يوسف. اسقيهم وطعميهم على حسابي. خدت بالك؟ وبعد كده خدت لوح شوكولاته بالبندق واجوستين. روقت نفسك يعني؟ روقتهم وروقت نفسي. طبعا. فطبعا قالوا لي ايه ده، ايه ده، دي اموال الدوله وانت ما دفعتش يا ريس؟ لا، ما حسبتش البوفيه. معلش يا ريس، يعني الحق حق بصراحة. الجماعة عندهم حق، يعني فيلم إنتاج الدولة ماشي، بس ما تقعدش أنت تعمل فيه أبو علي وتعزم محمد عوض. إزاي؟ ما أنا عزمتك أنت. أنت عزمتني، عملت معاك فيلم أمير البحار ما جبتليش فنجان قهوة. يا راجل، أنا اللي طعميتك في القهوة. أنت طعميتي؟ لا سوري، مش قادر أتعاطف معاك يا عم غسان. أنا آسف. يا سجان، يا سجان. هتعمل إيه؟ همشي وأسيبك، أنا اتخنقت، أنا فاكر حرام عليك يا راجل. صلي على النبي. خدني من هنا وعمل لي فيها فييس قوي، ولا جبت لنا شاي في الفيلم. يلا يا راجل حرة. والله ما قاعد معاه. سلام عليكم يا عم. إيدي سلم لي على إلهام شهيد، قول لهم يرحموني. أهلا 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 أهلا. الله يخليك. أهلا وسهلا. إزي حضرتك فندم؟ ربنا يخليك. اتفضل. شكرا يا فندم. لا لا والله، اتفضل على كرسيك. لا ما يصحش يا فندم. لا لا، ازاي؟ اتفضل. متشكر. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. شكرا يا فندم. معلش انا اسف. تحت امرك. طلب اخوي. تحت امرك. بنتي بس صفاء. بتحب حضرتك قوي. يلا تحت امرك، ربنا يخليها ويحفظها ان شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. اتفضل. ميرسي جدا. العفو. اتفضل اقعد. والله يخليني اقعد. اتفضل اقعد. ايه ده؟ انه في يوم اسود واخبر على كل جاسوس متآمر، تم مواجهة المتهم الثاني محمد هنيدي بالآتي. ايه علاقتك بشعبان؟ شعبان مين يا فندم؟ شعبان عبد الرحيم؟ هنستعبط، هنستعبط من اولها يا فندم. مفيش استعبط ولا حاجة، بس يعني انا طول حياتي ما عرفتش واحد اسمه شعبان. اخ اخ منكم انتوا يا فنانين. اخ، هتكذب عليا؟ عايز تفهمني انك ما تعرفش حد اسمه شعبان؟ خلاص فهمني حضرتك، لان واضح ان حضرتك عندك معلومات شخصية عني اكتر مني. طب يا سيدي، شعبان، مبروك، ابو العالمين، حمودة، ولا اقول كمان؟ ايوه يا فندم، شعبان، مبروك، ابو العالمين، حمودة، دي شخصية اتكتبت وانا مثلتها. ايه الموضوع يعني؟ بس كده ضابط ساذج. انا ساذج عشان اصدقك واكتب الكلام ده كله في المحضر؟ لا يا فندم العفو، انا ما قلتش كده، بس بصراحه يعني حضرتك مكبر الموضوع قوي، ده اوفر كده. ده يعني في ايه؟ انا مثلت شخصيه، ايه اللي حصل يا فندم؟ ولا حضرتك بتشتغلني بقى؟ اشتغلك ضابط فاضي وما عنديش شغل عشان اشتغلك يا فندم العفو. انا ما قلتش كده ولا اقدر اقول كده، انا تحت امر حضرتك. ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ تقديمك للشخصيه دي فأكثر من عمل، فيلم، مسلسل، وبتسعاله في مسرحية. يا فندم حضرتك لازم تعرف ان ده مش قراري انا، في مؤلف وفي مخرج وفي منتج كده يعني. تقديمك لشخصية المدرس الفلاح القروي الساذج قاصد تهينه وتسخر منه في المجتمعات الغربية. لا والله يا فندم بالعكس، ما كانش كده خالص. تقديمك لأبناء الوزراء بأنهم مجانين، عابسين، لاهين، القصد منه خلخلة السلام الاجتماعي في المنطقة. يا نهار اسود ومنايل، ايه يا جماعة في ايه؟ انتوا مكبرين الدنيا ليه كده؟ لو سمحت يا فندم انا بطلب القبض على المؤلف والمخرج. لا يا حبيبي، الشيلة بقت كلها بتاعتك. الشيلة كلها بتاعتي؟ شيلة ايه؟ وانا اشيل شيلة ليه اصلا؟ وايه الموضوع؟ قريت جرايد بكرة؟ لا يا فندم. خد اقرا بقى. بص يوسف مقاطي كاتب ايه؟ كاتب ايه حضرتك؟
شعبان أبو العالمين حمودة تأليف هنيدي، ووضعت اسمي مجاملة. لا أنا ما صدقش إن أستاذ يوسف يقول كده. حلو ماشي، طب إيه بقى رأيك في الفيديو ده؟ اللي أنا بحبهم يعني. أيوة إيه؟ هنيدي اتمسك. يعني أنا بصراحة في الفترة الأخيرة ما حبيتش أشتغل مع هنيدي شوية، يعني هو برضو تحس ان كده في تقل، في مشاكل يعني حاصله بيننا وبينه. وبعدين الحمد لله يعني ان انا حتى رفضت الفيلم الاخير اللي هو بتاع شعبان رمضان مبروك ابو حموده ده، وقلت له يعني الفيلم مش مناسب معي يعني. فالحمد لله يعني. بصراحه انا حتى كمان قابلت النجم محمد هنيدي وقلت له، حذرته كمان قلت له اوعى اياك والاجزاء، لان الاجزاء ده شيء وحش جدا، ده ناقص كمان يطلع لي في الاذاعه، يعني مش ممكن فيلم ومسلسل، لا 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 لا، شيء بجد مؤسف جدا. وتهرينا على مدار السنين من ليالي الحلميه للداري لكده النساء، لا فكره بجد سيئه جدا، لازم خلاص تنتهي بقى، ادمت قوي. كفايه ولا نقول كمان؟ لا كفايه يا فندم، رغم اللي انا شفته وسمعته من الزملاء ده مش دليل قاطع للادانه. لعبتها بذكاء، بس انا عندي قفله في الموضوع. ايه رايك في البوستر ده؟ جبناه من قدام سينما مترو، تاليف محمد هنيدي، اخراج محمد هنيدي، انتاج. كفايه يا فندم كفايه، ارجوك كفايه، متشكر قوي. يمكن الحاجه الوحيده اللي حصلت في المحنه دي ان انا عرفت الزملاء كويس، متشكر جدا يا فندم. يا فندم انا بعترف لحضرتك ان انا صاحب كل الجرائم دي، وانا اللي انتجت والفت وعملت كل حاجه، وانا كنت ورا اصرار فكره ان احنا نعمل اجزاء لحضرتك. انا هشيل كل الموضوع، وانا مع حضرتك، ويا ريت تكتب في محضر رسمي ان انا بعتزل التمثيل، لان انا ما يشرفنيش ان اشتغل مع زملاء يبعوني كده. ممكن اقعد مع نفسي شويه بعد اذن حضرتك؟ خد وقتك. شكرا. فظيع فظيع فظيع. مالك؟ ايه ده يا فندم؟ سوري. لا مفيش حاجه، انا عايز اروح بعد اذن حضرتك، انا واضح ان انا مجهد. شكرا على كل حاجه. شكرا يا فندم، شكرا، ربنا يخليك. فرصه سعيده يا فندم. شكرا. انا اسعد. الله يخليك. يا ريت بعد اذنك. تحت امرك. طلب اخوي. أمر. بنتي صفاء بتحب تكتب الواجب بالقلم الاحمر. اتفضل يا فندم، اتفضل، ربنا يحفظها، اجيب لها كرتونه ان شاء الله. شكرا. العفو يا فندم. اختها ابتهال بتحب تكتب الواجب بالقلم الازرق. ربنا يحفظها يا فندم. شكرا. شكرا. بعد اذن حضرتك. شكرا. طب مفيش حاجه ليا؟ حاجه زي ايه؟ تذكار يعني حضرتك؟ يا ريت. تحت امر حضرتك، بس تصدق ده راجل محترم، انا هديك حاجه غاليه عليا جدا. لا لا يا فندم، والله والله لا تلبسها، ارجوك ارجوك. شكرا جدا. شكرا. سلام عليكم. قلبي حاسس انه بريء. شعبان مبروك شعبان مبروك، هو ما فيش غير شعبان مبروك شعبان مبروك، يعني ما فيش غير شعبان مبروك شعبان مبروك. شعبان زيه ما هتلاقوا ابدا في جمال اخلاقه، شعبان زيه ما هتلاقوا ابدا في جمال اخلاقه. استاذ علامة ولاؤه يابا للغة العربية والاخلاق الحقيقية، وعشان هيدوس عشان هيدوس عشان هيدوس عالشوك، وعشان هيدوس عالشوك، ايوه وعشان هيدوس عالشوك، ايوه. شعبان مبروك شعبان مبروك، هو ما فيش غير شعبان مبروك شعبان مبروك، يعني ما فيش غير شعبان مبروك شعبان مبروك. شد ايدك على الطبلة يا هلا، حلو حلو، ارقص يا هلا وافرح يا لهوي. اي 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 يلا. شعبان مبروك.
يلا هيدوس والله هيدوس عالشوك وعشان هيدوس عالشوك ايوه وعشان هيدوس عالشوك ايوه دوس يا ولد شعبان مبروك شعبان مبروك الحملة الفرنسية على مصر هي حملة عسكرية قام بها نابليون بونابرت على مصر والشرق بهدف قطع الطريق ما بين بريطانيا ومستعمراتها في الهند يقول الكاتب عباس محمود العقاد لا يكفي أن تكون في النور لكي ترى بل ينبغي أن يكون ما تراه في النور تقع أستراليا في نصف الكرة الجنوبي عند جنوب شرق آسيا وعلى غرب المحيط الهادي وعاصمته كامبيرا بس يا ابني بقى هبكي والله هبكي وجسمي أشعر بسم الله ما شاء الله عليك يا يوسف ربنا يحميك ايه كم السقافة والمعلومات دي يا ابني ما شاء الله تستعد الفنانة صحة الرامي لبطولة مسلسل جديد الله 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 المعلومات حتى للفنانين ما شاء الله طب بقول لك ايه ما عندكش اخبار كده ولا كده عن الفنانة نهلة سلامة اديني انت بس ساعة يا ابويا واجمع لحضرتك كل معلوماتها ربنا يبارك لي فيك يا ابني بسم الله ما شاء الله ونعم الابن ونعم الوريث الله يبارك لك انت لازم تشيل اسم ابوك وتسونه لازم مفيش في تاريخ مصر دي كلها في سوق الفرارجية والفراخ اسمها هيتكرر زي اسم ابوك المعلم عباس الزربو ربنا يقدرك يا ابني وتشرفني ده شكر قوي يا ابويا يا رب اكون عند حسن ظن حضرتك وقد مسؤولية الاسم اللي انا شايله بسم الله ما شاء الله انا مخلف عائلة اكبر مني وقاره اكتر مني ربنا يحميك يا رب هو ربنا مديك وقار بشنبك اللي اتولدت بيه ده بس بخف شويه يا يوسف ها عشان خايف عليك من حسن راحه وجايه في الحاره ربنا يبارك لك يا ابني ويزيدك ما شاء الله ما شاء الله ايه ده ايه ده وانجليزي وعربي اقول لك يا ده يوسف عارف انا بحلم بايه عايز ارتاح بقى نفسي ربنا يكرمني فيك وتدخل الجامعه تاخد الدكتوراه وبعد الدكتوراه هقف معاك لحد ما تاخد الماجستير وتيجي بقى يا ابني تقف في محل الفراخ بتاع ابوك وترمي كل الدراسه اللي درستها دي على جنب وتفول الفراخ وتفرفش المحل كده يا يوسف ان شاء الله يا ابويا ربنا يديك الطاعه يا ابني وعايز اطلب منك طلب تاني بقى بس اوعى تكسفني مش عايزك يا تلعب مع الواد فريد ابن بلانيلا ده خالص هما ستايل واحنا ستايل خلاص ليه كده بس يا ابويا ده انا بحب الواد ده قوي لا هتقول لي ليه ولا وبحبه وتحس امري مهنسى الوقار والشنب والثقافه والسعك على قفاك اسمع كلام ابوك المعلم عباس يا ابني انا فاهمهم اكتر منك الواطي واطي لو اشترى بألف جنيه بلاطي قولها ورايا الواطي واطي لو اشترى بألف جنيه بلاطي الواطي واطي ولو اشترى بألف جنيه بلاطي ربنا يبارك لي فيك يا ابني ربنا يحفظك تم كده وشرفني شرفني عشان مستقبل الفراخ ينطلق الى الامام باذن الله اعمل لي فيها شريف يا عباس طب حياه امك لو ورادك معانا بقول انا مش هفتح بوقي واسيبك انت تسوق انا عايزك تسمعني وانا بقنعه بطريقتي الشيطانيه البريئه قشطه شوف مين ولا قوم انا افتح يا استاذ يوسف لا لا ما ينفعش يا ابويا بس مش معقول الوقار ده كله قوم يفتح وانا قاعد معلش الحمد لله فضل ونعم ازيك يا يوسف يا حبيبي بابا موجود هو يا حاج اتفضل هو فين امال بيقول موجود ازاي اهلا وسهلا ما قلتش حاجه تعالى ما تخافش البيت نور اهلا يا دي الزياره العزيزه اهلا 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 يا سحر ايه النور ده ما شاء الله ما شاء الله هذا يوسف امشي يا فاشل اقراك حاجه بدل مش عارف تقرا سطر من الكتاب يلا كل عاوز برب الفلق خش جوه ما شاء الله ما شاء الله
يوسف كبر وفريد كبر. اه الظاهر العيال هيعجزونا ولا ايه يا معلم عباس؟ لا ولا عجزونا ولا حاجه، ربنا يبارك في الذريه كلها. يا اهلا وسهلا. انما ايه موضوع الشنب دوت؟ الشنب يا سيدي امه السبب الله يسامحها، وهي حامل فيه. الله يخرب بيت الوحم وسيره الوحم. طول ما حامل فيه قاعده بتتفرج على مسلسل كله رجاله ما فيهوش ست واحده، وكل واحد شنبه قد كده. يا ست قوم الله يهديكي، مفيش. يا ست اللي يلزق في الواد اللي نازل شنب هنا ولا هنا، مفيش. ونزل الواد ربنا رزقنا بيه بيبي لسه مولود، ببص اتخضيت لقيته بشنب، قلت هعمل ايه؟ اهل الحكمه بقى قالوا لي ان هيطلع فيه وقار ان شاء الله، ربنا يحميهم جميعا. اهلا اهلا اهلا. عم لا تحلقه له ولا حاجه. انا قلت احلقه له، ده في شنب ابني وفرحان بيه. آه. بس بيني وبينك، بيني وبينك يعني انا فرحان بيه كل حاجه، بس نفسي اشيله له. الواد مش عايش طفولته. اه والله عايز احرقه له وهو نايم، اشيله له بكماشه. وبيقولوا في خواجه في بلاد بره عايز ياخده يشيله له كده بالليزر. هشوف هعمل فيه ايه. لا. هشوف. عم لا تحلقه له ولا حاجه، يعني ابن عباس الزربيو هيطلع ايه؟ اكيد ذكر وبارم شنبات. والحمد لله انت وحامت على المسلسل ده وطلع بشنب. انا كنت خايف وهي حامل تشوفك ما تاخذنيش يعني. اهلا اهلا. ايه اللي لم الشمع المغربي؟ ايه اللي لمك على السوحت يا معلم؟ لا السوحت ده حبيب. اهلا وسهلا. شكلكم كده بحواجبكم المطرطقه اوفر ديت، في حاجه مريبه. خير، هاتوا على بلاطه. قوم البس وتعالى معايا. البس وانا قاعد بالشورت وانا قاعد عريان. الله ما تقول له يا سحر، شايف لحم مدلدل قدامك؟ ما انا قاعد مستور اهو زي الفل، ولبسي اشيك لبس اروح بيه في اي حته. بنطلون ده ولا مش بنطلون؟ بنطلون. ودي اللي فوق البنطلون ولا دي اللي فوق البنطلون؟ دي اللي فوق البنطلون. طب ايه انت جاي تهزقني البيت تقول لي قوم البس؟ ما انا قاعد محترم. اخلص اسر الكلام، عايز ايه؟ لا مؤاخذه، عايزينك تيجي معانا دلوقتي. ليه؟ هنروح فين؟ هنروح للكنز. بتخوفني ليه يا عم؟ اللي هروح للكنز؟ الراجل ده طبيعي ولا كنز؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ايوه كنز. قوم بقى يقلط على معانا. ايوه بس مش عايز تعطل عندي صلاه عيشه، وهنروح نشوف الكنز. شكلك اتخبلت. اديني دقيقه واحده البس هدومي عشان اروح معاك. ثانيه واحده، الناس دي جت ورطتني في حاجه، ربنا يستر. الله عليك يا بلانيله، جبت رجله. مش قلت لك؟ ادخل يا معلم عباس، ما تخافش. ادخل ايه؟ ما انا داخل بقالي دقيقتين. طب تعالى تعالى. ايه اللي هيخوفني ان شاء الله؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. روح يا سحت هات كرسي عشان عمك عباس يقعد ويرتاح. لا 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 لا، ملوش لزوم ولا كرسي ولا بتاع. شوفوا بس عايزيني فيه عشان الحق صلاه العشاء. طيب افتح يا سحت. هوبا. ايه المفاجأة الرهيبة دي؟ ايه كم الكازوز ده؟ ايه رأيك في المفاجأة دي؟ لا ده انا مندهش. ايه الكازوز ده كله؟ والأزاز بتاعته قد ايه وراحت فين؟ وفين الناس اللي شربت كل الكازوز ده؟ فهمونا يا اخوانا. لا ابدا مفيش حاجة. السحت لقاهم في خرابة، شيع لي مرسال، قمت محملهم على المخزن هنا. والمطلوب؟ ولا حاجة. يعني ايه ولا حاجه؟ جايبين تفرجيني على الكازوز وخلاص وامشي ولا ايه؟ لا ابدا، انا بس كنت نادر نادر. أيوة. ان انا انتشتك من الفقر اللي انت فيه انت والعيال. أيوة. عشان كده انا هنصص معاك. تنصص معاه ده ايه يا بلانيله؟ وانا فين حقي؟ لا مؤاخذه، بعدين يا سحت هروقك انا بعدين. ها قلت ايه يا معلم عباس؟ الكازوز ده حرام يا بلانيله. حرام؟ طبعا حرام، فحرام مش بتاعنا. افرض حد جه سابه هنا واحنا بك كده يبقى سرقناها، حرام ولا مش حرام؟ لا مش حرام. وبعدين الكازوز ده انا لقيته في الخرابه، ولفيت الخرابه حته حته، فليتها، مفيش حد لا هنا ولا هنا ولا هنا ولا في صريخ ابن يومين. اسر الكلام، انا قلت لا يمكن احط ايدي في كازوز فلوسه حرام. ما تبقاش غبي يا معلم عباس، فكر في مستقبلك ومستقبل ولادك. ايه الشر ده؟ انت قلبت شيطان ليه كده؟ ولادي يتحرقوا، ولادي يجوعوا، ولا انهم ياكلوا من مال كازوز وحرام؟ الله. بالاذن. ما تبقاش غبي يا معلم عباس واسمع الكلام. مش قادر اقتنع، بقول لك فلوسه حرام. بالاذن. مش هترجعني تاني؟ لا انا هتشاور، مفيش اي شويه ميه او شويه
من الحاجات اللي انتوا فرقعتوها ديت؟ مفيش ازازه فاضله لسه؟ افتح الازاز. حاضر حاضر. انت فاهم ان انا جيت على هواك صح؟ ايوه. يلا افهم افهم. انتوا فاهمين ان انا ايه؟ خلاص. ايوه مشيت وراكم شيطانتكم. اشرب اشرب كمان كمان. استغفر الله العظيم يا رب، ده انا كنت عطشان. السلام عليكم. لسه في شويه يا معلم عباس. وايه تاني تاني تاني؟ خدها معاك لو عايز. حد الله ما بيني وبين الحرام. الله ينور عليك يا بلا نيله. لا حول ولا قوه الا بالله. يا نهار اسود، انت يا يوسف، انت يا يوسف، انت والزفت ده بتعمله كده؟ انت اللي صرفت عليك شقه عمري عشان تطلع محترم وتبقى وريسي في الفراخ، تعمل البلاوي السودا دي يا يوسف؟ يا عم سيبني في حالي بقى، 12 سنة وانا مش عايش حياتي، حياتي كلها كتب في كتب في كتب. ايوة كنت بأهلك عشان تبقى وريسي في الفراخ يا يوسف وتشيل اسمي. هقول ايه؟ اصحاب السوق، انت يا فريد يا زفت، يلا شيل الحاجات اللي دماغ غور من هنا. يلا اخدهم ازاي يا عم الحاج؟ يا عم الحاج انا هتصرف. يلا غور من هنا، انا هتصرف. الله يخرب بيوتكم وبيت مجيتكم. قوم ياد، قوم، ده متنح طبعا مش قادر تمشي باللي طفل. يلا ما تجيش عندنا تاني. بالسلامة بالسلامة. اخس عليك يا يوسف، اخس عليك، ومسكها في ايدك كمان بقى. انا بصرف عليك ده كله عشان تعيش لي في الحاجات الساقعة والبلاوي دي؟ يوسف عيب. انت عارف امك الله يرحمها لو كانت عايشة وشفتك في المنظر ده كانت جرالها ايه؟ كانت اتململت وتشلت يا يوسف قبل ما تموت. ده اسمه كلام يا ابني؟ قوم يا حبيبي، قوم برضاي عليك، قوم دب صباعك في بقك والله، اشرب شوية ماء وملح ورجع القرف ده. مش احنا بتوع الكلام ده يا ابني؟ يا ابني انت ابن الحاج عباس، عباس السيريبو، اكبر فرارجي فيك يا مصر. يا دي انت فيك ايه؟ خضتني عليك، انت فايق ولا مش فايق؟ فايق؟ طب سمعني صوتك ما تخضنيش. خلاص يا ابويا انا فوقت. طب الحمد لله، ربنا يبارك لي فيك يا ابني. اوعى اوعى رجلك دي، ابوك معدي، بلاش اللي اتأدب. هادي بقى هات. اسمع يا ابني، كل الحاجات دي كلام فاضي. اسمع يا ابني، اشقى واتعب وذاكر عشان هعيدها لك، تيجي تقف في المحل وتشرف ابوك في وسط الفراخ. هاتن كزوزة قعد لعبني هوبا مزابوزة والحال عجبني. قشطة. السلام عليكم يا بلانيلة. اهلا اهلا عم عباس. صلي على النبي عليك. اللي اوله شرط اخره لايت. اخره ايه؟ لايت. اعديها لك عشان الحالة اللي انت فيها. آه. اعملوا فيا اللي انتوا عاوزينه الا ابني وزرتي وسلالتي. الوريث يا ابني محدش يجي جنبه، يا اما هطير فيها الرقاب، فاهمين ولا لا؟ واحنا عملنا ايه لابنك؟ عملت ايه؟ الواد بيعمل اللي انتوا بتعملوه، الواد خلاص شدتوه، ابني لا، فاهمني ولا لا يا بلانيلة؟ لا ده انت تقول لابنك بقى اللي يبعد عن ابني عشان ابنك هو اللي بيقول لابني. المهم ان ابنك وابني بيقعدوا مع بعض، ويا ريتهم بيعملوا علاقة برضه زيكم ماشيين في موضوع الكازوز اللي انا مقتنع انه من مال حرام. فاهمين ولا مش فاهمين؟ عارف ليه؟ ليه؟ الواد ابنك ده واد رجولة. ذكر من يوم. انا عارف، عشان كده انتوا عايزين تدمروه، عشان اول طفل يدخل الموسوعة اتولد بشنب. ده كنز وده ابني ولازم احافظ عليه، واللي هيقرب له ما يعرفش انا هعمل فيه ايه. عايزين مني اي حاجة تاني؟ سلام عليكم. سلام عليكم. يا عم انت لازم تفتخر ان ابنك راجل. طب بقولك ايه؟ اه. ما تديني بقى عشان عطشان. شوف طلع زي ابني. لا مش مسألة زي ابني بس، مش عارف باجي هنا بعطش ليه، واول ما اجي اخرج اعطش. هو العيال كده. يلا يلا اشرب اشرب اشرب. ربنا يتوب عليكم اللي انتوا ماشيين فيه. اشرب اشرب. لو انت داخل اوعى العيال. هات شوية كازوز، هات شوية كازوز. اديني اديني كازوز كازوز. اديني كازوز يا جدعان. اديني حاجات بفلوس. ها امال ايه؟ اول مره كده. والوان ايش؟ احمر وايش يعني؟ هتجيب عائد صح؟ ايوه. العائد ده حرام؟ اه. تتكلم بجد؟ حرامي. لو اكلت بيه عيالي تطلع سلالتي كلها مغضوب عليها صح؟ عشان حرام. ايوه. بس هي بفلوس شكلها حلوه يا عم. في الاول بس نجر رجلك كده. طب انا اقول لك على حاجه، حرام ليه؟ واحنا سرقناها من حد؟ مش انتوا لما جبتوني قلتوا ان انتوا لقيتوها كده؟ تعرفوا صاحبها؟ لا ما نعرفوش. خلاص يبقى مش حرام يا جدعان، انتوا جايين دماغكم ليه؟ مش حرام. عبي عبي قول لي بقى، عندك كام كازوزه وهنبيع فين وهنودي لمين وبكام؟ حلو ده حلو ده. الله
الكازوزه هو ده. خلي بالك شويه عشان الواد ابني بيحبها قوي. ها ابعتوا له وانا مثبت فيها واحنا نعرف اصحابهم. انا عارف لو ما حرام ليه حاجه لان ربنا سايبها لنا في المخزن. خلاص تبقشش بقى لعيالنا. احنا عندنا كام صندوق كده بقى؟ كتير. طب انا اقول لك على حاجه. احنا عندنا اللون اصفر واحمر، احنا عايزين نتطور شويه نمشيها يعني نستفيد باللي بعته ربنا نعمله بيزنس. صح ولا لا؟ ولو طلع لها صاحب بعد كده نديله حاجه والراضي وخلاص. لكن انتوا تعرفوا ليها صاحب؟ لا يبقى مش حرام يا جدع. امال انا مثبت في الرجوله ليه؟ خش يا باشا. يا حاج هو دخل دمك يا حاج انا عارف. خش خش. والله انتوا ناس طيبين ربنا بعت لكم عشان تجيبوا لنا فلوس. هي دي ما بتشربش ليه يا معلم؟ مين؟ لا سيبها سيبها سيبها، مرتين ثلاثه هي هتفتح لوحدها. صاحبك خفيف. يابا رجاله. ايه يا حبيبي؟ نتوكل بقى على الله وانتوا اظبطوا الظبطه كده وشوفوا نصيبي كام وايه هتقولي على البيت، عشان ما بحبش اخد فلوس حرام يعني لايف كده. انتوا اظبطوها هاتوها. والعيال مع بعض حبايب. عيال مين؟ ابني وابنك يا سيدي. من النهارده عايشين اكلين شاربين بيتين مع بعض. احنا شرفنا. بترش عليا في المخزن بتاعك؟ بترش عليا بيبسي في المخزن؟ هو ده هزار ولا السكر ولا ايه؟ سكر حاج. سكر حاج. يا حاج ده حاج. خلاص بقى بينا ولاد قار. دخل دمك يا حاج. حلو قوي. اديها تاني. اديها اديها اديها. ربنا يغنينا بالحلال. ايش يا منبسط؟ ايش يا منبسط؟ ايش يا منبسط؟ السلام عليك السواق وعلى كزوزه كزوزه. بيبسي يالا طعمه حلو قوي ومقفول. دلوقتي انا مش عايزين نقعد نرغي كتير. قبضته كام وحقي فين؟ بص ايه خد دول. أيوة. كل ما تحتاج تعالى. ربنا يكرمك يا راجل طيب وما نحترمش. السلام عليكم معلم. السلام يا معلم. رضا رضا. الحمد لله. السلام عليكم. السلام يا سيري بيو. الله يسلمك. السلام يا سيري بيو. تشرب يا فالح أربع يا حرام يا ابن المحظوظة مالك على قيمة صربع.